النهارده ان شاء الله هناخد سيرم 2 وسيرم 3. سيرم 2 بتقول لو عندنا تراينجل مثلا اسمه اي بي سي كده، وعندنا الدي ميد بوينت للاي بي. يعني ايه ميد بوينت؟ يعني عندي الديستانس اي دي قد بالظبط الدي بي، وهنا رسمنا ري. فبتقول ايه بقى السيرم؟ بتقول ذا ري درون from midpoint at the midpoint of a side of triangle parallel to another side، بتعمل ايه هنا بقى؟ bisect the third side. يبقى السيرم بتقول ايه بقى؟ the ray drawn from midpoint of a side of triangle parallel to another side، هتعمل الناحية التانية bisect the third side، يعني راح تنتجوا ان الاي بقت midpoint للاي سي. يبقى بتقول ايه تاني؟ the ray drawn from midpoint of a side of triangle، بتعمل ايه بقى الري دوت؟ parallel to another side، اللي هيحصل bisect the third. طيب يعني ايه الكلام ده؟ خطوات البروف، انا عندي هنا الدي ميد بوينت تمام كده، والدي اي بارلل بي سي، يبقى ذيرفور هستنتج ان الاي هتكون ايه؟ ميد بوينت للاي سي. يبقى البروف هنقول سنس ان انا عندي الدي دي ميد بوينت، انا بكتب ميد بوينت باختصار يعني ميد بوينت للاي بي، يبقى ذيرفور، وكمان في نفس الوقت ان الدي اي بارلل للبي سي، يبقى اللي هستنتجه هستنتج ان الاي هتكون ميد بوينت لمين بقى؟ للاي سي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاي اي بقى طولها اللينس بتاعها قد الاي سي. يبقى تاني ذا ري دي مهمه جدا، درون فروم ميد بوينت اوف ا سايد اوف تراينجل بارالل تو انذر سايد، هيعمل ايه؟ بايسكت ذا ثيرد سايد. قلنا خطوات البروف، سينس ان الدي ميد بوينت للاي بي والدي اي بارالل للبي سي، يبقى ذيرفور ان الاي ميد بوينت للاي سي. السيرم دي عليها كولاري. بتقول ايه الكولاري؟ بتقول لو عندنا تراينجل كده، وعندنا هنا ديا ميد بوينت وهنا ميد بوينت، يعني عندي تراينجل اسمه اي بي سي، وهنا مثلا اكس واي، الاكس ميد بوينت للاي بي والواي ميد بوينت للاي سي. فبنقول ايه بقى؟ ذا لاين سيجمنت جوينينج ذا ميد بوينتس اوف تو سايد اوف تراينجل، اكيد اللي هيحصل هيكون بارالل تو ذا ثيرد سايد. يبقى الكولاري بتقول ذا لاين سيجمنت، هذا اللاين سيجمنت جوينينج ايه؟ كم ميد بوينت؟ تو ميد بوينتس، تو ميد بوينتس ان تو سايد ان تراينجل، اللي بيحصل بارالل تو the third side. يبقى تاني the line segment joining the midpoints of two sides of triangle، هيحصل ايه؟ parallel the third side. يبقى اللي خدناه في الاول كان midpoint و parallel، لا المرة دي midpoint و midpoint، يبقى ده one و ده one هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا parallel. البروف ازاي؟ هنقول له since من midpoint عندنا هنا ان ال x وال y هما الاتنين ميد بوينتس، ميد بوينتس مين؟ للاي بي والاي سي. طب اللي هستنتجه يبقى ذيرفور كده الاكس واي بارلل لمين؟ بارلل للبي سي. السيرم بقى نمبر 3، عندنا هنا برضو تراينجل اسمه اي بي سي، وعندي هنا اكس والواي هما ميد بوينت للتو سايد اوف تراينجل. فايه بقى السيرم بتقول؟ يبقى بتتكلم بقى عن اللينس، فبتقول the length of line segment joining the midpoints of two sides of triangle، العلاقة بينه وبين التالت هتكون ايه؟ هتكون half the length of third side. يبقى تاني the length of line segment joining the midpoints of two sides in triangle equal half the length of third side. يبقى احنا هنا من هنا ممكن نجيب الكولاري ونجيب السيرم 3 مع بعض. انا ايه اللي عندي موجود؟ انا عندي ان السنس ان الاكس والواي هما الاثنين دول ايه؟ ميد بوينتس، ميد بوينتس المين للاي بي
وال AC. طب ايه اللي هستنتجه؟ يبقى زرفر اللي قلناه من شوية الكولاري ان ال XY هيطلع بارلل لل BC، لكن السيرام دي كانت كولاري، لكن السيرام 3 بتقول ايه بقى؟ بتقول ان ال XY equal half the length of third side، يعني half the length بتاع ال BC. يعني لو دي 5 تبقى دي 10، لو دي 7 يبقى دي 3.5. يبقى نقولها تاني، بتقول السيرام the length of line segment joining the midpoints of two sides of triangle هتطلع ايه؟ half the length of third side. السؤال الأولاني بيقول complete each of the following: the ray drawn from midpoint of a side of triangle parallel to another side اللي بيحصل قلنا bisect the third side. ليه الكلام ده؟ ممكن نشرحها تاني. أدي هنا عندي triangle وعندي ray drawn from midpoint parallel to another side، هيحصل الناحية التانية bisect the third side. ممكن نعيد البروف تاني. ادي A B C triangle وهنا X ودي Y، فعندنا since انا عندي ال X mid point لل A B وعندي ال X Y parallel لل B C، يبقى اللي هنستنتجه ان ال Y هتكون mid point لل A C. اللي بعد كده the line segment joining the mid points of two sides of triangle is known as the third side. احنا قلنا هيعمل ايه؟ هيعمل parallel to the third side. عاوزين نفتكرها تاني. At the line segment joining the midpoints of two sides in triangle اللي هيحصل هيكون ايه؟ parallel to the third side. اللي بعدها برضو مهمة، the length هنا بنتكلم اللينث عن الطول of line segment joining the midpoints of two sides of triangle، اللينث بتاع ده equals ايه؟ half the length of third side. يبقى التالتة هتطلع half the length of third side. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان D mid point لل AB و D E parallel لل BC، اللي هستنتجه مين بقى هتكون mid point لمين؟ يبقى احنا هنا في البروف since D mid point لل AB و D E parallel لل BC، يبقى therefore ان ال A هتكون mid point لمين؟ لل line segment EC. السؤال اللي بعد كده قال لي D وال E mid points لل AB وال AC، زين طالما mid point و mid point يبقى line segment joined between them parallel to the third side. يبقى انا كده عندي ان ال DE هيكون parallel لل line segment BC او straight line مش تفرق. السؤال اللي بعد كده بيقولي لو ال D وال E mid points لل AB وال AC وداني ان ال BC 6 سنتيمتر، عاوزين نجيب ال DE since ان ال D mid point وال E mid point، يبقى therefore ان ال DE half ال BC، half ال 6 هيطلع كام؟ هيطلع 3 سنتيمتر. اللي بعدها قال الانجل B ب 90، وبرضه هنا ميد بوينت وميد بوينت، عايز اجيب الانجل ADE. ADE طالما سنس ان الD والE ميد بوينت للAB والAC، اللي هستنتجه ان الDE بارلل للBC، وطالما ده بارلل ده يبقى الانجل ADE ايكوال 90، لان الاثنين حرف الف الاف كورسبوندينج انجلز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان الD والE ميد بوينتس للAB والAC، وقال البريمتر بتاع ترانجل اي بي سي، الترانجل الكبير البريمتر بتاعه ب 24، عايز اجيب البريمتر بتاع الاي دي اي. تمام كده؟ انا هنا عندي في المساله ان الدي ميد بوينت للاي بي، يبقى اللي هستنتجه ان الاي دي هاف الاي بي. يبقى اول حاجه سينس ان الدي ميد بوينت للاي بي، يبقى ذيرفور كده استنتجت ان الاي دي هاف مين؟ هاف الاي بي. ونفس النظام سينس انا عندي ان الاي ميد بوينت للاي سي، يبقى زيرفور ان الاي اي برضو هاف الاي سي. هو انا بعمل كده ليه يا اولاد؟ انا هنا عايز اجيب البريمتر بتاع الاي دي اي، يبقى لازم اجيب ده بكام واجيب ده بكام واجيب الدي اي بكام. تمام كده؟ وتالت حاجه سينس ان انا عندي ان الدي والاي دول ميد بوينتس للاي بي والاي سي، يبقى ايه اللي هستنتجه؟ هستنتج برضو ان الدي اي بارلل، لكن اهم من البارلل انا بتكلم على اللينس ان هي هاف البي سي. لو كتبت الاثنين مفيش مشكله.
تمام. انا عايز اجيب البريمتر بتاع الترينجل ده. طب يعني ايه بريمتر؟ يعني اجيب الثري سايد دول واعمل لهم بلس. يبقى ذيرفور اللي مطلوب مني البريمتر بتاع الترينجل اي دي اي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي دي سايد اي دي بلس الدي اي بلس الاي اي. تمام كده. طبعا انا لسه قايل من شويه ان الاي دي هاف الاي بي، يبقى اشيل الاي دي واحط هاف الاي بي، واشيل الدي اي واحط هاف البي سي، واشيل الاي اي واحط هاف الاي سي. تمام كده. التلاته اللي انا عملتهم دلوقتي ممكن اخد منهم هاف كومون، يبقى هنا عندي هاف كومون، هيبقى جوه البراكت اي بي بلس البي سي بلس الاي سي. طب الثري سايد دول اللي هم الاي بي والبي سي والاي سي، ده البريمتر بتاع الترانجل الكبير اللي هو اي بي سي اللي هو 24. يعني اقدر اشيل الثلاثه دول واقول هاف تايم البريمتر الكبير اللي هو 24، وتطلع الاجابه في الاخر 12 سنتيمتر. يبقى الاجابه هنا هتطلع 12، بس احنا قلناها بالستبس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الدي والاي ميد بوينتس للاي بي والاي اي، وهنا ادينا ده 3 وهنا 4 والاي اي 2 اي دي 4 اي دي 3. عايز اجيب البريمتر بتاع الفيجر دي بي سي اي دي بي سي اي، يبقى انا اجيب السايد ده وده وده، اجيب الفور واعمل لهم بلس. انا عارف ان ده 4 من المساله، انا سنس ان دي ميد بوينت، يبقى الاي دي ايكوال دي بي ايكوال 3، يبقى انا كده عرفت ان ده 1 3. هنا دي ان الاي ميد بوينت، يبقى الاي اي ايكوال الاي سي ايكوال 2. فاضل بقى يبقى ده موجود وده موجود وده موجود، فاضل السي بي. سنس ان الدي والاي ميد بوينت للاي بي والاي سي، يبقى الدي اي هاف البي سي، يبقى البي سي 4 تايم 2 هيطلع 8. يبقى كده اقدر اجيب البريمتر بتاع الشكل ده اللي هو دي بي سي اي، هيبقى 4 بلس 3 بلس 8 بلس 2، وتطلع كام؟ 17 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده ان اوبزيت فيجر بيقول لي ذا بريمتر ادانا اي بي سي دي ده 1 سكوير، وقال لي البريمتر بتاعه ب 20. طالما البريمتر ب 20 يبقى اللينث اوف اتش سايد 20 ديفايدد 4، يبقى كل واحده يطلع منهم كام؟ 5 سنتيمتر السايد. تمام كده. انا عندي دول دياجونال وادانا هنا بارلل، طلب مني اجيب اللينث بتاع الاي اف ده بكام. فانا هنا عندي سنس الام، طبعا دول دياجونالز، يبقى ذيرفور الام هي ميد بوينت للدياجونال اي سي، لان الدياجونالز بايسكت اتش اذر، يبقى سنس الدياجونال بايسكت اتش اذر، يبقى ذيرفور الام ميد بوينت للاي سي. تمام كده. يبقى دي عندي ميد بوينت. وفي حاجه تانية اللي هي اول السيرم الثانيه، وعندنا بارلل، سنس ان الام اف بارلل للسي بي، يبقى ذيرفور الاف هتكون ايه؟ ميد بوينت للاي بي، والاي بي كلها ب 10، يبقى الاي اف سوري الاي بي كلها 5، يبقى الاي اف هتبقى 5 ديفايد 2، تطلع 2.5 سنتيمتر. نعيدها تاني، سينس ذا دياجونال بايسكت اتش اذر، يبقى ذيرفور الام ميد بوينت الاي سي. هنشتغل على الترينجل دوت، دي ميد بوينت وهنا بارلل، يبقى ذيرفور الاف ميد بوينت، يبقى الاي اف هتطلع هاف 5 ديفايد 2، تطلع 2.5 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذا بريمتر اوف ذا فيجر، عندنا اي بي سي دي رومبس والبريمتر بتاعه ب 24. طبعا عندنا الرومبس زي السكوير، الفور سايدز ايكوال، عشان اجيب اي سايد منهم هيطلع 24 ديفايدد 4، يبقى كل سايد طلع بكام؟ طلع ب 6 سنتيمتر. وقال لي الاي هنا ميد بوينت، طبعا واضح من الرسمه هي ميد بوينت. عاوز اجيب اللينس بتاع الام اي، طبعا انا عندي الاي ميد بوينت، ودول هنا سنس ان الاي سي والبي دي دياجونال، الدياجونالز بايسكت اتش اذر، يبقى ذيرفور الام ميد بوينت، هنا ميد بوينت وميد بوينت، يبقى اكيد هنا بارلل، واهم من البارلل بتكلم على اللينس، يبقى ذيرفور الام اي هاف السي بي ايكوال 3 سنتيمتر. يبقى تاني جبنا البريمتر، من البريمتر جبنا السايد، هنمسك الترينجل ده، دي ميد بوينت عشان ميد بوينت للدياجونال، ودي ميد بوينت، يبقى الاثنين دول ده ام اي بارلل للسي بي، وفي نفس الوقت هاف اللينس، يبقى الام اي هيطلع 3 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اي بي سي دي از سكوير، عندنا هنا سكوير والاكس والواي دول ميد بوينت للاي ام والاي بي. قال لي ان الاي سي كله ب 12، طالب مني اجيب الاكس واي بكام، واجيب الانجل اي واي اكس، والانجل اي واي اكس اللي هي الانجل ده. تمام كده. انا هنا عندي اول حاجه ان الدياجونال كله اي سي ب 12، وعندنا الدياجونال بايسكت اتش اذر والدياجونال ايكوال، يبقى كل واحد منهم هيطلع بكام؟ الدياجونال ده 12، يبقى الجزء اللي فوق 6، وهنا ده 6 و6. تمام كده. وطبعا ده في نفس الوقت 6.
هنا عندي ليا ان الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت، يبقى ذيرفور اكس واي بارلل للام بي في الترينجل دون، يبقى كده الاكس واي هتطلع هاف 6، هتطلع كام؟ هتطلع 3 سنتيمتر. الحاجه الثانيه اللي طلبها عاوز اجيب الانجل اي واي اكس، الانجل اي واي اكس اللي هي الانجل دي، تمام كده. انا عندي دون الانجل دين قد الانجل دين، تمام كده. ممكن اجيبها بكذا طريقه، او من هنا مثلا انا عندي دين، دي هنا الدياجونال بيربنديكولار يبقى دي 90، يبقى دي 90، وهنا عندي دون الدياجونال يبقى 45، يبقى الانجل دي برضو 45. طريقه تانية، انا عندي دون الدياجونال بايسكت الفيرتكس، فدي 45 ودي 45 ودي من البارالل برضو 45، باي طريقه في الاخر هتطلع ايه 45، المهم تكتبها صح. السؤال اللي بعد كده ان ذا اوبزيت فيجر، قال لي ان ال اي اي ايكوال ال اي بي، يعني كده ال اي ميد بوينت ال اي بي، وقال لي ان ال اي اكس بارل لل بي سي، وبرده ال اكس واي بارل لل سي دي، وادانا ال اي دي ب 6 سنتيمتر، ال اي دي سوري 6 سنتيمتر، طالب ما نجيب الانس بتاع ال اي واي، تمام كده. فانا عندي طريقه الحل، سينس ان ال اي في الترينجل اي بي سي ال اي ميد بوينت ال اي بي والاي اكس بارل لل بي سي، يبقى ذيرفور اكس ميد بوينت لل اي سي، دي اول خطوه. يبقى احنا كده اثبتنا ان دون ميد بوينت. هنيجي في الترينجل دون، اذا ترينجل اي سي دي الاكس ميد بوينت والاكس واي بارلل للسي دي، يبقى ذيرفور ان الواي برضه ميد بوينت للاي دي، يبقى الاي واي هاف الاي دي، يبقى هاف تايم 6 تطلع بكام؟ تطلع ب 3 سنتيمتر. نكتب الستبس بتاعتها، هنقول اول حاجه ان الترينجل اي بي سي سينس، انا عندي في حاجتين، ان الاي دي ميد بوينت للاي بي، وفي نفس الوقت عندي ان الاي اكس بارلل للبي سي، يبقى هستنتج منه، يبقى ذيرفور ان الاكس الناحيه الثانيه هتكون ميد بوينت للاي سي. يبقى انا هنا عندي ده يعني ميد بوينت، وسنس كمان ممكن ابتدي اقول نفس الكلام تاني، او يعني لو عاوز اطول مفيش مشكله، هنقول ان الترينجل اي سي دي سنس ان انا عندي الاكس ميد بوينت، لسه جايبها للاي سي، وكمان الاكس واي بارلل للسي دي، ده في الجبن اللي ادهولي، يبقى ذيرفور هستنتج بقى ان الواي الناحيه الثانيه هتكون ميد بوينت للاي دي، وطالما هي ميد بوينت يبقى كده اقدر اجيب الاي واي على طول، هاف الاي دي هيطلع بكام؟ ب 3 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده ان اوبزيت فيجر، اداني الاي بي 5 سنتيمتر، البي سي 8 سنتيمتر، الاي سي 7 سنتيمتر، وداني ان الدي والاي والاف هي ميد بوينتس للاي بي والبي سي والاي سي ريسبكتيفلي على الترتيب. يعني عايزين نجيب البريمتر بتاع الترينجل دي اي اف، اللي هو البريمتر بتاع الترينجل ده، نجيب السايد ده والسايد ده والسايد ده، تمام. اول حاجه ممكن اقول ايه، سينس ان الاف والدي هي ميد بوينت للاي سي والاي بي، يبقى ذيرفور ان الاف اي الاف دي دون هيبقى طبعا هو بارل لده، لكن اهم من هو بارل يبقى هاف السي بي هيطلع 4 سنتيمتر، وسنس ان الدي والاي برضو هما ميد بوينت للبي اي والبي سي، يبقى ذيرفور ان الدي اي هاف الاي سي ايكوال 3.5 سنتيمتر، ونفس النظام سنس ان الاف والاي هما الاثنين ميد بوينت للسي اي والسي بي، يبقى ذيرفور الاف اي هاف الاي بي هيطلع 2.5 سنتيمتر، يبقى هنعمل 3 بلس. وفي ناس بقى بتحب تختصر، بتكتب ايه بقى؟ هتقول سنس الدي والاي والاف هما ميد بوينت للاي بي والبي سي والاي سي، يبقى ذيرفور ان الاف دي هيطلع هاف ال 8 يعني 4، والدي اي هيطلع 3.5، والاف اي هيطلع 2.5. الطريقه اللي تعجبك اكتبها، يبقى هنكتبها الطريقه المختصره في البروف، هنقول سنس ان الدي والاي اند الاف دول ميد بوينتس لمين بقى؟ للاي بي والبي سي والسي اي، يبقى ذيرفور ان دي اي هيبقى ايكوال هاف الاي سي ايكوال 3.5 سنتيمتر، ونفس النظام الاف دي هيبقى هاف السي بي ايكوال هاف البي سي سوري هاف البي سي هاف تايم ال 8 هتطلع 4 سنتيمتر، وفاضل الاف اي، وبرده الاف اي هيبقى هاف تايم ال 5 هيطلع 2.5 سنتيمتر، يبقى ذيرفور ان البريمتر بتاع الترينجل اللي احنا عايزين نجيبه دي اي اف هيطلع 4 بلس 2.5 بلس 3.5، في الاخر يطلع بكام؟ هيطلع 10
10 سنتيمتر. طبعا هنا الكبير دون ب 20، يبقى الصغير هيطلع الهاف بتاعه هيطلع بكام؟ ب 10 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، اداني اي بي سي ترينجل والدي والاي والاف ميد بوينت، واداني البي سي 12 والاي سي ب 10، وبيقول لي فاين ذا بريمتر اوف ذا فيجر دي اي سي اف اللي هو الشكل دون. طبعا بريمتر يبقى نجيب الفور سايد دول. تمام كده، انا عندي سنس ان الاف ميد بوينت للاي سي، يبقى السي اف هاف ال 10 هيطلع بكام؟ هيطلع ب 5 سنتيمتر. وهنا نفس النظام، انا هنا عندي ان الدي سوري الاي ميد بوينت للسي بي، يبقى ذيرفور ان السي اي هاف السي بي هيطلع ب 6 سنتيمتر. تمام، وانا عندي ميد بوينت وميد بوينت، فدون هاف ده هيطلع ب 5، وبرده ميد بوينت وميد بوينت هاف ده هيطلع بكام؟ ب 6. يبقى الاجابه هتطلع 6 بلس 6 بلس 5 بلس 5 او 6 بلس 5 تايم 2 22. تمام، في طبعا حلول كتيره بس في الاخر هيطلع ب 22. ممكن واحد يقول لي دون وده وده ميد بوينت، تمام كده، يبقى الاثنين دول بارل لدون وده هاف دون، فده هيطلع ده يبقى الشكل دون بارلوجرام، ومن بارلوجرام برده هنقدر نجيب 5 و 6 و 5 و 6، يعني ممكن يثبتها كمان ان هي ايه كان الشكل دون بارلوجرام. المهم في الاخر الاجابه هتطلع 22 سنتيمتر. هنا بيقول لي ان اوبوزيت فيجر، اداني ان دي اي بارلل بي سي والاي دي هاف البي سي، وقال لي ان الاتش ميد بوينت للدي بي والاو ميد بوينت للدي سي او سي دي. عاوزين نعمل بروب ان الشكل اي اتش او دي اللي هو الشكل دون يكون بارلوجرام، ودي مساله من المسائل الكويسه. تمام كده، انا عندي اول حاجه ان الاتش والاو دول الاثنين دول ميد بوينت، يبقى كده اللي هستنتجه ايه؟ ان الاتش او بارلل للسي بي، وفي نفس الوقت ان الاتش او هاف السي بي. انا عشان اثبت ان الشكل ده بارلوجرام فبدور ممكن احاول اخلي السايد ده السايد ده، وفي نفس الوقت الاثنين يكونوا بارلل. يبقى هنا هنقول عندنا ان، هنمسك الترينجل اللي هو دي بي سي، سينس في حاجتين فيه ان الاتش والاو الاثنين دول ميد بوينتس للدي بي والدي سي، اللي هستنتجه من الكلام ده ميد بوينت وميد بوينت، يبقى ذيرفور ان الاو اتش بارلل للسي بي، وفي نفس الوقت ان الاو اتش هاف السي بي. وهو قال لي اساسا ان الدي اي دون في جيفن الاي دي هاف البي سي، وفي نفس الوقت الاثنين بارلل، واقول له سينس ان انت في جيفن ان الدي اي بارلل للسي بي، وفي نفس الوقت ان الدي اي هاف السي بي، يبقى انا عندي دون او اتش بارلل للسي بي وهاف السي بي، والدي اي برضو بارلل للسي بي وهاف السي بي. اللي هستنتجه هستنتج ان الدي اي بارلل للاو اتش، وفي نفس الوقت الاثنين ايه ايكوال، يبقى ذيرفور كده انا عندي ان الدي اي بقى بارلل للاو اتش، وفي نفس الوقت ان الدي اي ايكوال الاو اتش، ودون ده شرط الباراليز عندنا اوبزيت سايد بارل ايكوال اند ات ذا سيم تايم، يبقى ذيرفور ان الشكل اي اتش او دي ده طلع ايه باراليلوجرام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اي بي سي دي باراليلوجرام والام انترسكشن بوينت اوف دايجونالز، وقال لي عندنا الام اي بارل للسي بي، بيقول لي از ان الاي بي دون اي اي دون ايكوال الاي بي، حوالين حاجه زي كده من شويه. فاحنا عندنا سينس ذا دايجونال بايسكت اتش اذر، يبقى ذيرفور ان الام هي ميد بوينت للاي سي، ونمسك الترينجل دون هنا ديا ميد بوينت والاثنين دول بارلل، يبقى ذيرفور الاي ميد بوينت، يبقى ذيرفور الاي اي ايكوال الاي بي. يبقى نقول له سينس ذا تو دايجونالز بايسكت اتش اذر، يبقى اللي هستنتجه يبقى ذيرفور كده الميد بو الام بقيت ميد بوينت للدايجونال اي سي، وفي نفس الوقت سينس ان الام اي دي بارلل للسي بي اداه لي في الجيفن، يبقى ذيرفور هنستنتج ان الاي هتبقى الناحيه الثانيه ميد بوينت للاي بي، وطالما هي ميد بوينت يبقى ذيرفور ان الاي اي ايكوال الاي بي، وده اللي كان مطلوب في المساله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اي بي سي دي ده ترابيزيوم، وقال لي ان الاي دي بارلل للبي سي، تمام كده، والاكس هنا ميد بوينت،
والواي برضو، لا الاكس هنا من بوينت بس، وقال لي ان الاي دي بارل للاكس واي، يعني التلاتة كده طالما ده بارل لده وده بارل لده يبقى التلاتة كده بارل لبعض. هو بيقول لي بروف ان السي زد ايكوال زد اتش، يعني عاوزين نثبت ان الزد هتبقى ميد بوينت. احنا خدنا في الترم الاولاني حاجه اسمها تالي سيرم، كانت بتقول ايه؟ بتقول لو احنا عندنا التلاتة دول الثري سايد دول بارلل والاتنين اللي على الرايت ايكوال، يبقى الاتنين اللي على الليفت ايه هيكونوا ايكوال. يبقى كنا بنقول ايه؟ سينس ان دي ايه بارلل للواي اكس بارلل للسي بي، وفي نفس الوقت ان الاي اكس ايكوال الاكس بي، كنا بنستنتج ان هنا ان الدي واي هتبقى ايكوال الواي سي. يعني من الكلام دون في التراينجل دون ان كده بقت الواي ميد بوينت، هنقول له ان التراينجل اللي هو سي دي اتش، سينس انا لسه ثبت الوقت ان الواي بقت ميد بوينت للسي دي، وهو اداني ان الواي زد بارلل للدي اتش، يبقى اللي هستنتجه هستنتج برضو ان الزد هتكون ميد بوينت للسي اتش، وطالما هي ميد بوينت يبقى ذيرفور ان السي زد ايكوال زد اتش زي ما هو طلب، سي زد ايكوال زد اتش. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان اوبزيت فيجر اكس واي زد تراينجل، وقال لي الاتش والاو والجي دول ميد بوينت للثري سايد، وداني البريمتر بتاع التراينجل الصغير اتش او جي ايكوال 18، عايز اجيب البريمتر بتاع التراينجل الكبير. تمام كده؟ فانا هنا عندي ان التلاته دول ميد بوينت، هنقول له سينس ان الاتش والاو طبعا من التراينجل الصغير هنجيب الكبير، ودايما العلاقه بين الصغير والكبير لما يكونوا ميد بوينتس الكبير بيقدوا مرتين، يعني هتطلع قد ال 18 مرتين هتطلع 36. بس هنكتب الستبس بتاعتها عشان نعرف الطريقه ازاي. هنا عندنا سينس ان الاتش والاو والجي دول ميد بوينتس، ممكن اجيبها من الرسم او اجيبها من الكلام اللي موجود هنا، الاكس واي والواي زد والزد اكس، يبقى ذيرفور اللي عرفته بقى ان دون ده ميد بوينت وميد بوينت، يبقى دون هاف ده، يبقى كده الاتش او هتطلع هاف البارل لي اللي هي الاكس زد، وفي نفس الوقت الجي او هاف البارل لي اللي هو الاكس واي، وبرده فاضل الجي اتش هاف الاكس واي. تمام كده؟ يبقى كده اقدر اعمل يعني الثلاثه دول اعملهم بلس، يبقى زيرفور ان الاتش او بلس الجي او بلس الجي اتش دول عباره عن هاف تايم السايس اللي هنا اكس زد، بلس خدنا هنا الهاف كومون، وممكن نكتبها اي خطوه خطوه يعني مفيش مشكله، يبقى خليها كده نكتبها تاني، ادي هاف اكس زد بلس هاف الجي او اللي هي هاف الاكس واي بلس هاف الاكس الجي او اكس واي والجي اتش زد واي. الخطوة اللي بعد كده هناخد الهاف كومون، يبقى كده اكس زد بلس اكس واي بلس زد واي، ده كله ايكوال التلاتة سايد دول اللي هو اساسا البريمتر بتاع التراينجل الصغير اتش او جي، لان انا هنا عندي الاتش او بلس الجي او بلس الجي اتش يبقى البريمتر بتاع التراينجل الصغير، يبقى كده دون اللي هو مين اللي هو في المسألة 18 ايكوال هاف، وده عبارة عن مين؟ عبارة عن التلاتة سايد اكس واي واي زد وزد اكس اللي هو البريمتر بتاع التراينجل اكس واي زد. يبقى عشان اجيب البريمتر للتراينجل دون دي هنا تايم واوديها ناحية ديفايدد، يبقى كده البريمتر للتراينجل اكس واي زد عبارة عن ال 18 ديفايدد الهاف او 2 تايم ال 18 مفيهاش مشكلة، كده كده هتطلع بكام؟ هتطلع 36 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اي بي سي دي ترابيزيوم، ده كله ترابيزيوم، وقال لي ان الاي دي بارل للبي سي والاي دي هاف البي سي، وداني هنا ال H وال O ميد بوينت ميد بوينتس. تمام كده؟ عاوزين نثبت ان شكل A H O D، عملنا الفكرة دي من شوية ان الشكل ده يكون باراليلوجرام. هنمسك التراينجل دون ان التراينجل اللي هو M B C، عندنا حاجتين سينس ان ال H وال O دول ميد بوينتس لل M B
والام سي، يبقى هنستنتج حاجتين، هما الحاجتين ان الاتش او هيكون هاف البي سي، وفي نفس الوقت ان الاتش او لاين سيجمنت بارلل للسي بي. وهو اداني في الجيفن هنا ان الاي دي، هقول له سنس ان انت في الجيفن ان الاي دي بارلل للبي سي، وفي نفس الوقت ان الاي دي هاف البي سي، يبقى اللي هنستنتجه ان هنا الاتش او هاف وبارلل، والدي اي هاف البي سي وبارلل للبي سي، يبقى هستنتج ان الدي اي دون هيبقى بارلل للاو اتش، وفي نفس الوقت ان الدي اي بارلل سوري ايكوال الاو اتش، يبقى زيرفور ان شكل اي اتش او دي باراليلوجرام. السؤال اللي بعد كده ان اوبوزيت فيجر، اداني الاي بي 12 سنتيمتر والبي سي 10 والاي اي 8، عاوز اجيب البريمتر بتاع الترينجل الصغير ده. طبعا البريمتر مقصود بيه الايه، البرواز اللي بره ده. فانا هنا عندي سنس ان الدي ميد بوينت للاي بي، يبقى زيرفور الاي دي هاف الاي بي ايكوال 6 سنتيمتر، والاي ميد بوينت للاي سي، يبقى الاي اي هاف الاي سي ايكوال 4 سنتيمتر، والاي والدي ميد بوينتس، يبقى زيرفور ده بارلل، لكن اهم ان هو بارلل، يبقى هاف اللينس هيطلع 5، يبقى كده البريمتر هيطلع 4 بلس 5 بلس 6 يدينا كام؟ 15 سنتيمتر. السؤال بعد كده بيقول لي اي بي سي دي باراليلوجرام الدياجونال انترسكت ات الام، وبيقول لي بروف ان البي او ايكوال الاو سي، تمام كده. طبعا احنا قلنا كذا مره سينس الدياجونالز بايسكت اتش اذر، يبقى الام هنا ديا ميد بوينت للدياجونال اي سي. الحاجه الثانيه ادانا الاثنين دول بارلل، سينس ان الام او بارلل للاي بي، يبقى زيرفور ان الاو هتكون ميد بوينت للبي سي، يبقى زيرفور او سي ايكوال او بي. تاني سينس الدياجونال بايسكت اتش اذر، يبقى زيرفور ان الام ميد بوينت للاي سي، وسينس ان ده بارلل لدون، يبقى زيرفور ان اللي هو الام او بارلل للاي بي، يبقى زيرفور ان الاو ميد بوينت للسي بي، يبقى زيرفور ان البي او ايكوال الاو سي. اخر مساله معانا بيقول لي هنا اي بي سي دي كوادريلاترال، وقال لي هنا دول اكس واي وزد وال، دول ميد بوينتس. بيقول لي بروف ان الشكل دون اكس واي زد ال دون، عاوزين نثبت ان هو باراليلوجرام. فانا هنا في طريقتين ممكن اوصل مثلا الدياجونال دون اللي هو الاي سي او البي دي، اي واحد منهم مفيش مشكله. انا هنا عندي في الترينجل دي اي سي سنس ان الزد والال ميد بوينت للدي سي والدي اي، يبقى زيرفور لاستنتجه ان الزد ال دون بارلل للاي سي. يبقى هنا لما من الكلام اللي احنا قلناه الملخص بتاعه، هنعمل درو كونستراكت او كونستراكشن، الكونستراكشن هنعمل درو اي سي او جوين الاي سي سينس ان ال ال والزد ميد بوينت للدي اي والدي سي، يبقى كده استنتجت ان انا ان الزد ال دون بارلل للسي اي، وفي نفس الوقت الزد ال هاف السي اي، تمام كده. نفس النظام هنا عندي برضو سينس ان الاكس واي هي ميد بوينت للبي اي والبي سي، يبقى كده زيرفور هستنتج برضو ان الاكس واي هيكون بارلل برضو للسي اي، وفي نفس الوقت ان الاكس واي هاف السي اي. يبقى اللي هستنتجه من هنا ان كده ان هنا دون الاكس واي طلع برضو بارلل لل زد، وفي نفس الوقت ان الاكس واي ايكوال ال زد، يبقى زيرفور ان الشكل اكس واي زد ال هيطلع كله ايه، بارلل له جرام. بالتوفيق ان شاء الله.